مرحبا جميعا، جاسر مصطفى ونكشة راس ونكشة خميس، وخلينا ننقش. اليوم يا سيدي العزيز انا ما راح احكي لك عن ايش ننقش اليوم، انت لحالك بدك تعرف. بدي اسالك كم سؤال. مين اللي بيسالك كل يوم الصبح حبيبي افطرت، او حبيبي شو افطرت اليوم؟ مين اللي كل يوم الصبح قبل ما تطلع على شغلك، اذا انت كنت عايش معهم، بتصحى الصبح وبتصحيك، طبعا بتدخل على غرفتك شوي شوي، بتفتح الباب شوي شوي، بتبلش تصحيك شوي شوي. جاسر اكيد هطول على ما اصحى، هاي النبره بس والله اني بموت فيك. طيب مين اللي بيرن عليك بنص دوامك، الو مرحبا حبيبي، بس حبيت اطمن عليك، يعني انه ما في اشي، بس حبيت اطمن عليك، امورك تمام، مبسوط، مرتاح، في حدا مضايقك اليوم؟ شو تغديت او شو بدك تتغدى اليوم؟ والله لسه ما تغديت. فانسى انه لك انت 29 سنة او 30 سنة كل يوم تنسأل حبيبي شو افطرت او شو بدك تفطر او اذا افطرت او لا، انت بتجاوب نفس الجواب. انا ما افطر اصلا يا حبي. ومين يا سيدي العزيز اللي لما تروح تلاقي الحمام صار جاهز، حبيبي هاي الحمام جاهز، خد شاور وخلينا نتعشى، قبل ما تروح اصلا تكون رنت عليك مرحبا كل يوم بنفس الجواب، مرحبا حبيبي شو وينك، روحت، هيني بالطريق، اجيب شي معي، لا بس حبيت اعرف وين انت، كل شيء جاهز، هاي مجهز العشاء وما في حدا راح يتعشى الا لما توصل. طبعا 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 انا عم بحكي لك اليوم عن حبيبة القلب نبع الحنان، اموت فيك والله يا امي. طبعا هذا الفيديو كله نكشة مخ يا اخوان، كل صار فيه حقائق وريليتد لشخصيات حقيقة، سوري هي مش حقيقة وما صار. والله انا بتكفكف بعد الفيديو. طيب خلينا نبلش. والله يا اخوان الي 29 او 30 سنة عايش، والله انه روحها بتجنن لليوم، كل يوم الصبح ترن علي تسألني مرحبا حبيبي كيف حالك شو اخبارك بلا 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 بلا. افطرت ابو سمرة، انا كالعادة انا ما بفطر. ليش يا حبيبي؟ والله الفطور اهم وجبة في اليوم. فما حبيبتي انا 30 سنة عايش ما وما بفطر وما صار اشي، فواضح انها مش اهم وجبة. الله السؤال إلي 30 سنة بنسأله، والله كل يوم وكل يوم بحب أنسأله يا أخي، السؤال من الأم والله بجنن. بعدين جد لترالي تقريبا كل يوم أو يومين، حبيبي تغديت؟ بكون لسه طبعا ما تغديت، لا والله ما لسه ما تغديت. طيب شو حتتغدى؟ والله ما بعرف لسه. طب يعني ناوي تتغدى أنت وأخوك؟ ما في أي بلان يا أم، كل يوم حبيبي بتسألي نفس السؤال، بس سوري بس ما بيكون في جواب. طيب يلا ها، هي أخوك أكيد بستناك هلا وبتاكلوا مع بعض، أوكي حبيبي تسلم. شكرا للمعلومة الغالية. حجي نرجع بالذكريات لورا، قديش لورا يعني؟ بدنا نرجع لحد لما كان عمري أصغر من 10 سنين. تعرفوا انه ذكرياتي انا في هاي الفترة كانت اصعب من القنابل اللي نزلت على اليابان اللي مش عارفه. تعرفوا انه جد لترالي هاي الذكريات كانت اصعب من زلزال تسونامي او من فيضان تسونامي؟ تعرفوا انه هاي الذكريات اصعب من كل ذكريات كل الشعوب اللي مرت عليها كل حروب الكوكب؟ اي ذكريات عم بحكي؟ انا عم بحكي عن ذكريات الحمام يا اخوان. والله لما كنت اعرف انه بدي اتحمم وانا صغير انه زي اللي نزل علي 1000 عفري. بعدين كان في عندنا موادين للحمام، هدول ثابتين يعني اي اشي زيادة عليهم اتس كريدت، بس انه هدول الاثنين لازم يعني اتس امست، انه اول ما تصحى الصبح راح تتحمم، اول قبل ما تيجي تنام راح تتحمم. ما بعرف ما بعرف انا شو الحكمة اللي كانت انه انا لازم اتحمم قبل ما انام، يعني هل معقول انا راح الاقي صاحبتي في الحلم؟ هل معقول يعني كانت الحجة تفكر انه اكيد جاسر
راح يلاقي حبيبته في الحلم. فلازم يكون مرتب وريحته حلوه ونظيفه. اما داخل انام، انا داخل انام مش متجوز، مش متجوز. بعدين كان في عندي مشكله انا صراحه مع الحمام. شو كانت مشكلتي مع الحمام؟ كانت مشكلتي انه انا كانت امنيه حياتي وانا صغير اتحمم بشامبو جونسون. والله كنت دائما هيك اقعد قدام التلفزيون اطلع دعايه جونسون اصير عيط نفسي اتحمم فيه. يعني كان دائما يقتلني في الجمله الاخيره شامبو جونسون لا دموع بعد اليوم. بس انا امي كان عندها مشكله ان انا اتحمم بشامبو جونسون. ليه؟ كان في شامبو هذا مهم عشان فروه الراس، وشامبو هذا مهم عشان نمو الشعر، وشامبو هذا مهم عشان بصيلات مش عارف ايش. امي كانت تهتم بشعري اكثر من كيم كارديشان ما كانت تهتم بكل حال. بس المشكله ما كانت امي تصدق انه اوكي هو منيح للفرو وللشعر وللبصيلات، بس والله كان بحرق. كان بحرق العيون يمه. يمه انا كنت بتحمم كنت افقد النظر، كنت افقد البصر انا بعد الاستحمام. هيني بس نظاره. بعدين ما راح احكي لك، والله ما راح اقول لك انه انا امي كانت تقيس درجه حراره المي على جلدي او على الرياكشن تبعي. يعني كنا الصبح، طبعا الصبح اكيد كنت لازم تتجمد وانت تتحمم، بس المهم الصبح او بالليل واتيفر تدير المي عليك لما تحممك. طبعا انت تحول لرجل زجاجي. تحول لرجل زجاجي او ثلجي، المي معناته كثير بارده. فتحاول هي ايش تتصرف، فتسخنها، فتدير عليك المي بعد ما تسخنها. عند الرجل الزجاجي نفسه انكسر طق من حراره المي. هي طق معناته لا المي سخنه. وعمر هالمي عمر المي ما وصلت لدرجه الحراره المتوسطه اللي تناسب جسم وجلد الانسان الطبيعي. الطفل يما اطفال يما يا حبيبتي اطفال تسلخي فينا ليش؟ والله مش يعني عادي نضيف طفل شو بده يتوسخ فيه. بعدين ما راح اقول لك عن البلوزه لما او التيشيرت لما كانت لما كنت تلبسها وانت صغير صراحه، لما امك كانت تلبسك اياها صغير. يا اخي ما بعرف كل الاطفال لما امهم كانت تلبسهم البلوزه كان اكيد 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 قبت البلوزه اصغر من راسك يعني، وكان عندها يعني تاخذ الموضوع شخصي الحجه، الموضوع عندها انه كيف يعني البلوزه اصغر من راسه بدها تدخل البلوزه. يما البلوزه مش الي، يما البلوزه مش على مقاسي، ما راح تدخل. بدها تدخل بدها تدخل بدها تدخل. طبعا انسى الموضوع، ذنيك ينزلوا مع البلوزة لبسك اياها. احبك والله حجة. الديمقراطية عند نبع الحنان، يا الله شو انه كانوا اهلنا فاهمين دوق. غلط. طبعا الديمقراطية عند الحجة كان لها يعني رولز غريبة صراحة. هذه الرولز يا سيدي العزيز بدك تدرس غصب عنك، عادي اختار شو بدك تدرس، بدك تدرس غصب عنك يعني. بدك تحل الواجب غصب عنك، اختار شو الواجب اللي بدك تحله، بدك تحله غصب عنك، بدك تحله زي ما انا بدي، زي ما انا شايفه انه صح. ما تعطيني مجال اطلع انا الابداع اللي عندي. كمان يا سيدي العزيز من اشياء الديمقراطيه اللي كانت عند الحجه، بدك تاكل غصب عنك. هذا الكونسبت موجود عند كل الامهات، بدك تاكل غصب عنك. يما طب مش جوعان. لا مش جوعان، بدك تاكل، الاكل صار جاهز. يما يا حبيبتي انا هاي الاكله ما بحبها. كيف ما انا ما عندي حدا ما بحب الاكله الفلانيه. الاكل اللي بينحط قدامك بدك تاكله. يما والله بطيق اكل. وانت زلمه وقلها انك انت ما بتحب الاكله هاي. شو انا ما بعرف اطبخ؟ لا يما الموضوع مش منك، الموضوع من الزهره نفسها. انا ما بحب الزهره. ما بحب العدس، انا ما بحب المجدره. وإلها 29 سنة الحجة بتقول لي طب جربها بركة عجبتك. يما قالي 29 سنة ما عجبتني يعني. جربها اليوم وتعجبني أكيد ما راح تعجبني. آخ يا حجة بموت فيكي. مش قادر أحكي لك عن كمية الديمقراطية لما تقرر الحجة إنه أنت غلطت ولازم تنضرب أو تتبهدل أو تتعاقب. يما طبعا ايش كانت تسوي الحجة؟ صفنا هيك احنا ثلاث اخوان شبير وبنت، صفنا هيك طبعا احنا نكون بيننا وبينها مسافة امان، طبعا احنا فاهمين اطفال بس فاهمين، احنا نترك مسافة امان بيننا وبينها. تكون هي قاعدة هيك، طبعا القاعدة هذه والله يا اخوان كانت اصعب من انه شو بدي اقول لك، من قاعدة اكبر زعيم دولة. تقعد وتحط هيك ماسك السيجارة، انا امي بتدخن الله يخلي لي. ماسك السيجارة انه مسلم ولا اسمع النيجاتيف فايبس واصلة للسعودية، وحاطة قدامها المشكلة الاسلحة اللي بدها تضربنا فيها.
حط الشبشب وحط البربيش وحط الحزام. طبعا حزام يعني المهم احنا اطفال شو فهمنا، والديمقراطيه بتشتغل. انت غلطت مذنب؟ نعم مذنب يعني. انا مسترجع اقول لك لا مش مذنب، انا قد حالي اقول لك مش مذنب. طيب ما دام مذنب اختار بايش حاب تنضرب، بالشبشب ولا بالحزام ولا بالدربيش؟ وبرا تكون اربع خيارات العلاقه. يما كيف بدي اختار؟ طب انا طفل انا خايف والله. انا خايف ما راح اختار. بدك تختار وبسرعه مش فاضي حجي وراها بلا. اختار ايش بدك تاكل القتله. طب انا ما بدي اكل القتله، في خيار طيب قتله او لا، ولا بس هو انه الخيار بايش بدك تاكل القتله؟ بدك تاكل القتله بوحده منهم، وطبعا انت عارف يعني شو راح تختار، راح تاكل القتله فيهم انت. الشبشب حيطير، حتمسك البربيش حتضربك فيه، بعدين حتتعب من البربيش، حتمسك الحزام تضربك بالحزام، بعدين اختي الوحيده اللي ما كانت تنضرب. طيب احنا صفين ثلاث، ليه اثنين اللي بياكلوا القتله؟ طب احنا ثلاث يعني اضربوا الثلاث يا عمي، وين العدل؟ وين المساواه بين الذكر والانثى؟ ولا انتم بس حكي؟ احلى شيء عند الحجه يا اخوان واحنا صغار حلقه الترفيه. طبعا حلقه الترفيه ما كانت تعدى انه احنا نلعب معها يعني، ومن الاخر يعني. اوكي انت بدك تطلع تلعب برا معك ساعه زمن، باقي الالعاب اللي بدك تلعبها بدك تلعبها عندي في البيت. تطلع تلعب برا هذا ما بركنش عليكم. بغض النظر الترفيه والله بدها تاخذنا نطلع زياره. اول مره مش فاهمين شو اللي راح يصير. كيفين زياره؟ نطلع نزور بيت ستي. بتبلش حمله الاعلانات والتحذيرات والانستركشنز والقوانين اللي قبل ما نطلع. يما اطفال احنا يما اكيد اصلا راح انسى شو حتحكي لي. طيب بدك تعمل زي ما بقول لك، اوعى تتحرك من جنبي. طب انا ليه طالع؟ بقعد جنبك في الدار. اوعى تاخذ اشي من حدا من غير ما انا احكي لك. طب يما ستي يعني اكيد ما راح تعطيني مية نار ستي، ما راح تعطيني مخدرات، ما راح تعمل ستي يما امك. اوعوا تاكلوا اشي قبل ما انا احكي. طب يما ما احنا ستي اكيد يعني هي الجدة في الحياة، انوجدت الجدة انه لما يروحوا عند الاحفاد لازم تعمل اكل وتطعميهم يعني. هذا الموضوع مفروغ منه، ممنوع. اوعوا تطلعوا تلعبوا مع الاولاد الصغار. طب يما ما احنا ليه طالعين؟ طيب احنا رايحين عندها عشان اكيد في اولاد صغار، احنا اولاد صغار رايحين نلعب اصلا. مش رايحين نقعد معكم. انا ما حشاركك في النقاش تبعك انت وستي لما اقعد معكم وخالاتي، انا ما بعرف عن ايش تحكوا. المهم بدك تسوي هيك او ما بنطلع، ما بدنا نطلع، خلينا نقعد في البيت يما احسن. شو بدنا نطلع اسوي؟ اتليت نلعب سله محيه معك في البيت احسن. ولا يا حبيبي مرة ستي ما بعرف ولا خالتي مش عارف واحدة منهم ما بعرف شو تهيئ لها وسألتني، وأمي قاعدة كانت هي اللي طابخة مش أمي، ستي أو خالتي، والطبخة والله زاكية كانت، بس يعني أنا بالنسبة لي طبيخ أمي أسكى. فسألتني ليه تسينها ستي، سألتني إنه شو رأيك طبيخي ولا طبيخ أمك أسكى؟ ستي هذا السؤال لا تسأليه للطفل يعني، هو أنا أكيد راح أقول لك إنه طبيخك أسكى، هذا يعني إحنا ما بنختلف عليه، أو إذا كثير 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 بفهم فأنا راح أقول لك طبيخك أسكى عشان أجاملك. طب أمي قاعدة، طيب استرجي أقول هيك؟ طب أنا إذا زلمة أصلا أقول لها إنه طبيخ أمي أسكى من طبيخ أم التنتين يا عم مش قادر. المهم أسعفني الذكاء وقلت لها طبعا يا ستي طبيخك أسكى، هو أنت اللي علمتيها. طبعا انا ما بعرف وقتها امي كيف بلعتها واحنا قاعدين عند ستي. روحنا على البيت عليم الله، يعني شو بدي اقول لك، كل ديمقراطيه الكوكب اشتغلت. ايش بدك تاكل القتله؟ بربيش ولا عصا؟ لحظه بتحكي لستك طبيخ اسكى من طبيخي؟ ها ماشي. انا بفرجيك اذا بتروح عند ستك. والله اشتقت لها ستي. اخ يا اما والله بموت فيكي، بحبك بعشقك. حبيبة قلبي احنا بننكش مخاتنا بس عشان تضحكي، بعرف راح تحضر الفيديو وتضحكي لما اجي لك على الاردن عشان اسوي لك كل الطبخات اللي بدي اكلها. يلا سلام شباب، اذا عجبكم الفيديو لايك شير سبسكرايب، انيبل النوتيفيكيشن بيل، راح اقززكم ان شاء الله كل يوم خميس بفيديو نكشة راس. سلام.